تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي صقار الإمارات، يختتم اليوم معرض الصيد والفروسية في دورته 14 واللي استمر مدة 5 أيام. تابعونا في هذا التقرير. معرض رائع جدا يقرب لنا نحن هنا في أبوظبي وفي الإمارات كثير من الفعاليات، سواء كانت في الصيد فروسية من خارج الدولة، بالإضافة إلى الإمكانيات الموجودة داخل الدولة يعطينا فرصة أن نطلع عليها. معرض كان رائع جدا من ناحية الترتيب وكذلك من ناحية الأشياء المعروضة، سواء كان المعدات حق الصيد حق الرحلات، كذلك معارض الطيور الخيول، وكذلك قسم الأسلحة برضه جيد جدا صراحة، ويعطي الواحد هنا فكرة جيدة عن شنو اللي صاير في هالفعاليات. المعرض كبير ومنظم جدا، وفي نفس الوقت في جميع الأشياء المتنوعة، واللي حبيته في المعرض ان تقريبا معظم الاشياء اللي يحتاجها متواجده وباسعار متنافسه جدا. السنه هذه اتوقع كان متميز من جميع النواحي بوجود اخوان من جميع دول الخليج بدون استثناء، اضافه الى دول اسيا وشرق اسيا ودول اوروبيه، وكان يشمل يعني لوازم الرحلات ولوازم الصيد وأمور كثيرة صراحة جذبت الجمهور، والحمد لله التواجد الإماراتي أو الخليجي وغير الخليجي بشكل قوي متميز بالسنة هذه عام 2016. معرض كثير ممتاز، مساحات عم تتوسع بشكل دائم، الفعاليات كثير رائعة، طبعا أي زائر راح يستمتع بشكل يعني وقته حيكون بالكامل مليان، في مزايدات في فعاليات أخرى، أجواء تراثية رائعة يعني. ما شاء الله معرض كبير وفي أشياء وايد حلوة يعني حق المواسم وحق التخييم، ما شاء الله وايد زين يعني، عنده أغراض وعنده مكاين وعنده كل شيء، سيارات للبيع كرنفان، وأنا والله استفدنا منه وايد يعني، جينا من الدوحة ناخذ أغراض. آلاف الزوار حضروا معرض الصيد والفروسية في دورته 14، والجميع بانتظار الدورة القادمة، الدورة 15 لهذا المعرض الأكثر من متميز. كبار وصغار فرحوا بوجودهم في هذا المعرض، وإحنا أيضا كنا سعيدين بتغطياتنا الحصرية والمباشرة وتغطياتنا أيضا الخاصة لهذا المعرض. شكرا لكم على حسن المتابعة.